خلونا نتعرف ازاي بتتعامل الصحف الامريكيه والعالميه مع الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، ازاي بينظر للانتخابات المواطن الامريكي في الشارع الامريكي. هتعرفنا على كل الكلام ده بشكل اقرب مفاده اكسترا نيوز للولايات المتحده وتحديدا ولايه فلوريدا لما جبريل. لما في البدايه يعني برحب بيكي، ومفيش افضل منك ان انت تعرفينا اكتر ازاي وسائل الاعلام الامريكيه بتتناول الحدث الاضخم في العالم. ندى اهلا بيكي. الحقيقه ان وسائل الاعلام هنا في امريكا بتتكلم على عده نواحي. البدايه فيما يتعلق بالمواضيع الاهم اللي معني بيها المواطن الامريكي، هو معني بالاقتصاد، معني بفيروس كورونا ومندرج تحت فيروس كورونا واداره ازمه فيروس كورونا الهيلث كير او التامين الصحي، لانه الحقيقه انه معظم الامريكان بعد جائحه كورونا اكتشفوا انه في خلل كبير في نظام التامين الصحي في امريكا ده حسب يعني ارائهم. الحقيقة أن أنا واقفة في شارع، هو شارع في داون تاون أو وسط البلد، منطقة حيوية جدا، كل اللي حوالينا فنادق، في البارلل أو يعني ما يوازينا هو البيتش أو الشاطئ الشهير جدا لميامي، فالمفروض أن هي من أكثر الأماكن حيوية، ولكن لو حضراتكم شايفين من خلفي تقريبا 95% من المحلات مغلق. والحقيقة أنه ده مش عشان التوقيت أو أي حاجة، لأنه أنا عديت من هنا كذا مرة وسألت ليه الإغلاق، هل ده الأيام أو لتوقيت الساعة 4 عندي فلوريدا، ولكن ده بسبب جائحة كورونا. فالحقيقة أنه ميامي الدخل الأساسي من ورائي هو فلوريدا، هو الدخل من وراء السياحة وتأثرت بشكل كبير. يعني أنا كنت بقرأ عن النسب، يمكن في نسبة أو إقبال أقل من قبل السياحة، بنتكلم حوالي حاجة 20%، والأخطر بالنسبة لهم أعتقد هو إغلاق المحال بهذا الشكل، لأنه ده أكيد بيأثر على نسب البطالة، وده طبعا معلوم بالأرقام والنسب. من النقطة دي أنا هاجي لفكرة أو الفكرة الأساسية ما بين دونالد ترامب وجو بايدن في المؤتمرات الجماهيرية اللي بيعملوها في إطار طبعا الحشد الجماهيري والدعاية الانتخابية، وهي فكرة إغلاق أو فتح الاقتصاد في ظل تزايد أعداد كورونا. النهاردة احنا بنتكلم الولايات المتحدة الأمريكية مسجلة من أعلى الأيام منذ بداية جائحة كورونا أصلا منذ شهور. فالفكرة الأساسية هل هنغلق أم هنفتح الاقتصاد؟ دونالد ترامب ثبت فكرة إن احنا هنفتح الاقتصاد وإنه يعني هيتم العمل على ذلك الأمر. جو بايدن كان هناك مش شك، ولكن لم يشير إلى هذا بشكل واضح وصريح. بالأمس في مؤتمره في هنا في فلوريدا في كوكونات كريك، هي منطقة في تامبا، مدينة تامبا، مدينة أخرى غير ميامي يعني في فلوريدا، اتكلم عن أنه طبعا هيفتح الاقتصاد، ولكن هو همه وشغله الشاغل بشكل أكبر هو to shut down the virus أو ينتهي من الفيروس. دونالد ترامب دايما يعني بقرأ من وسائل الإعلام أو الصحف، بسمع وسائل الإعلام المختلفة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، هو دايما بيشير أنه الأعداد زيادة رجعة لزيادة عملية الكشف على المواطنين، ولكن بعض الخبراء شككوا في هذه الفكرة أنه الأعداد زيادة في الولايات المتحدة الأمريكية ملهاش علاقة بزيادة الكشف، أو لها علاقة ولكن ليست العلاقة الوحيدة بكل هذه الأعداد. لأن الحقيقة أنه كان أنا النهاردة اشتغلت في مقرات انتخابية مختلفة في ميامي، بسؤال المواطنين هنلاقي أن هم بيتكلموا بشكل أقرب عن أنهم شايفين أنه الإجراءات الاحترازية المتخذة في ميامي it's light أو أنها خفيفة، مش أو لا توازي ثقل الفيروس هنا في فلوريدا، لأن احنا بنتكلم انه فترة من الفترات فلوريدا كانت فيها أرقام هائلة من الفيروس. والحقيقة انه أنا برضو شايفة انه الإجراءات الاحترازية يعني ممكن نلاقي ناس من غير كمامات فحد يفكرهم داخلين في مناطق اندورز أو محلات أو، ولكن الأخطر هي المنطقة اللي أنا فيها، شارع في داون تاون أو وسط البلد في ميامي، 95% من المحلات فيه مغلقة، وزي ما قلت لحضراتكم تأثير على السياح. النهاردة دونالد ترامب وجو بايدن موجودين في ثلاث ولايات في ميد إيست أو في الوسط، جو بايدن موجود في أيوا، ويسكونسن ومينيسوتا، دونالد ترامب موجود في ميشيغان، مينيسوتا وويسكونسن أيضا. ولكن الجدير بذكر أن مينيسوتا
هي ولاية بتتبع الديمقراطية. يعني كان التساؤل النهاردة في وسائل الإعلام أنه لماذا يذهب إلى هناك دونالد ترامب إذا كانت محسومة بشكل أو بآخر للديمقراطيين. فأنا بيقول أنه في مازال زي يعني حراك أخير للمرشحين. زي ما قلت يا ندى في حديثك أنه استطلاعات الرأي قريبة بشكل جدا، الأرقام قريبة بشكل كبير جدا جدا، ولو هنتكلم عن فلوريدا أنا معنية بها بشكل أكبر. فلوريدا النسب متقاربة بشكل كبير جدا، ونسب جو بايدن أقل من نسب هيلاري كلينتون في 2016، وده بيدعي للقلق بالنسبة للديمقراطيين. إذا يعني هو متقدم على دونالد ترامب، ولكن ما هيلاري كلينتون كانت متقدمة على دونالد ترامب في 2016 ولكن تفوق. فالحقيقة أن ولاية فلوريدا هي ولاية حاسمة، ومبارح كمان جو بايدن قال if we took this we're done، يعني لو أخذنا فلوريدا يبقى الانتخابات حسمت لصالح جو بايدن أو يعني دونالد ترامب. هي فعلا ولاية حاسمة بشكل كبير جدا. النقطة الأخطر أو المحللين النهاردة هما بيتكلموا في وسائل الإعلام والصحف أنه طبعا المنافسة شرسة، ولكن ما يهم أكثر والنقطة الفارقة هي نسب الإقبال على التصويت المبكر. دي نسبة تاريخية لم تحدث من قبل، نتكلم عن حاجة 82-83 مليون لغاية هذه اللحظة صوتوا بالفعل إذا كان عن طريق البريد أو بالذهاب الشخصي، وده الفارق. يعني هي دي النقطة الأهم في الانتخابات 2020. هنا في فلوريدا بنتكلم انه امبارح بس 400,000 مصوت، 7.5 مليون او 7.500 مليون بيتكلموا. في بعض الاحصاءات بتشير الى النهارده ممكن يقفلوا 8 مليون تصويت مبكر بس في فلوريدا. فالحقيقه انه النقطه الاخطر بالنسبه لهم هنا، هل ده تصويت لانه الاوضاع اصبحت صعبه، هل ده تصويت عقابي لمرشح ضد اخر، هل ده تصويت يؤيد مرشح، يعني النيه هنا زي ما بيقولوا. يعني دي كانت بعض المعلومات النهاردة اللي دايرة في الصحف. وكنت حابة أرصد لحضراتكم شكل هذا الشارع في واحدة من أهم المدن السياحية في العالم كله. ندى لما يعني أنا بشكرك جزيل الشكر على القراءة الواضحة للوضع في الولايات المتحدة وخصوصا في فلوريدا. لما جبريل موفد تكستر نيوز، بشكرك جزيل الشكر.